بعد غيابها عن الأعمال الفنية الفترة الأخيرة، قررت الفنانة الكبيرة رغدة إنها ترجع لجمهورها بمسلسل إذاعي اسمه حب لا يموت. المسلسل من تأليف عماد مطاع من إخراج أمجد أبو طالب، وبيدور عن الصفات الأصلية في الشعب المصري واللي ابتدت تختفي الفترة اللي فاتت. المسلسل هيتذاع في رمضان في بث موحد لكل الإذاعات الإقليمية بالإذاعة المصرية.